كاريت هادشي اللي بنيناه في سنوات وراح في ليله. الحمد لله على كل حال، هذه حاجه تاع ربي سبحانه. بصح ما لقيناش ما لقينا حتى مسؤول جا لا بغى بكلمه طيبه، ما قلنا لكمش ما نباليش واش راح ديروا لنا، رجعوا لنا الدنيا. هذه حاجه تاع ربي سبحانه، وحنا الرزق والله ما يقلقنا. ها هو راه تشوف هنايا، ها عندنا دواسه سنوات من اللي دفعناهم حتى التسويه المحلات هذو شريناهم حنا على البلديه، شراوهم والدينا. هم الدوسيات تم في الادراج مطيشين سنوات، كون على الاقل كون سواو الملفات تاعنا يعني نقدروا نصوفيو رواحنا. بصح ما كاين والو، تشوف ها ادخل تشوف كارثه. الشيء اللي طلعناه كارثه، يطيش ما كان حتى حاجه تغسل ولا يطيش، كلش فسد. كما قال صاحبنا، صوفيو البراج وقتلوا العباد. هذو الحوانت عايشين بهم ناس، عايشين بهم عائلات، ما عايشينش بهم حنايا، عايشين بهم عائلات.